السلام عليكم، تحياتي الاخوان ديالنا. كنشكركم بزاف 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 على الدعم. باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر، داكشي باختصار كنشكر جميع المتتبعين ديال القناه ديال عبد الاله باش، كل الاحترام ديما والتقدير لكم. ورانا كنشوف وكنقرا كل التعليقات ديالكم، وكل نهار رحنا كنجاوبوا على بعض الاسئله منا، وحنا غاديين شويه بشويه نجاوبوا على الكل ان شاء الله. وكمعلومه انا راه كنشارك معكم يعني داكشي اللي دوزت الخبره، الا كاينه شي خبره عندي راه ما كنبخلش بها. كنحاول داكشي كاع اللي دوزت في مراحل ديال الصيد ديالي ملي بديت كنتعلم حتى الاخر، راه ربي شاهد عليا، كنحاول نتقاسمو معكم بدون نقصان ولا زياده. تحياتي لكم وشكرا على الثقه ديالكم. شكرا. على بركة الله الرئيس عبد الإله، تحياتي للرياس، معكم الرئيس إبراهيم. خوتي راه السلام ديالكم راه كيوصلني، حتى أنا راه كنوصل لكم السلام الإخوان. تحية لكم كما العادة من الحدادة للحدادة. ونبداو على بركة الله مع السؤال ديال الرئيس الحسين سكيكدي، كيقول لك الأخ عبد الإله بأي نوع من القصبة تنصحوني لصيد سمك الكوربين؟ شكرا على هذا السؤال اخي الرئيس ديالنا، وتحياتي ليك كبيره، وشكرا شكرا بزاف. وكنزيد نشجع الاخوان ديالنا يعني ما يحشموش، راه هذه القناه راه رحنا اسره، يعني اللي عنده شي حاجه يتفضل وحنا راه كناقشوها مع بعضياتنا الحمد لله. النوع ديال القصبه اللي غادي تصيد بها على الكوربين، اول حاجه وقبل كل شيء كتختار القصبة ديالك، يعني كتشوف انت واش كتبغي 4.5 ولا كتبغي 5 متر ولا كتبغي 24، على حسب المصيد اللي كتصيد فيه انت، حيت كل مصيد كيبغي واحد طول القصبة معين، وهي راه غير قصبة وحدة اللي هو متمكن راه غير مثلا غير 24 ولا 4.5 كيصيد بها في جميع الاماكن كيف ما بغات تكون، او 5 كيصيد بها في جميع الاماكن. هادي حاجة. والنوع ديال القصبة اللي خصها تكون اخويا، قصبة خصها تكون توبيلار، تكون قاصحة، يعني لاكسيون ديالها تكون شوية طالعة، حيت صيادة الكوربين كتختلف على الصيادة ديال الأسماك الأخرى. مثلا بحال الصيادة دابا ديال السيرف كاستينغ في الشاطئ، يعني غنصيدو على الدوراد وعلى اللوبينة أو الدرعي أو بوشوك، كنصيدو بقصب هيبريد، سومي هيبريد. علاش؟ على حساب الخيط اللي تيكون عندنا في الماكينه تيكون رقيق، حيت الا كانت القصبه قاصحه تيبولير وغنديروا خيط رقيق غنصيدوا به مثلا على الدورات، واخا كنديروا ديك التشحيطه مثلا كندخلوها احنا في الماكينه كاع وكنلونسيو منها باش ما يتقطعش لينا داك الخيط ديال 22 ولا 24 اللي حنا معمرين به الماكينه، كتبقى القصبه تيبولير. يعني حتى في البلومه فاش كطيح ما كتبقاش القصبه شاده في البلومه في بلاصتها، كتولي دائما القصبه انت كتزير الخيط وهي كتجر لك البلومه. علاش؟ لان الراس ديالها قاصح ما كيبقاش مقوس مع البلومه، تفاهمنا؟ يعني الصياده ديال الدورات كتختلف على الصياده ديال الكوربين. الكوربين حنا كنعمرو ديجا بخيط مزيان، يعني اضعف خيط غادي نصيدو به حنا الكوربين سوا لاطريس ولا السبيب، يعني مثلا في لاطريس اضعف خيط غنصيدو ب 18، على حسب تاني المصايد. كل ما كان المصيد فيه الحجر بزاف كل ما كنغلطو واحد الشوي باش كنتفاداو داك الاحتكاك ديال الخيط دغيا ما يتقطعش بسهوله مع الحجر، ولا كان نعمرو بالسبيب كنبداو تقريبا من 45 ل 50 وحنا طالعين، على حسب المصيد. هذاك الشيء علاش خص تكون القصبه توبيلار، لان هذاك الحوت كيقاوم بزاف. الا كانت القصبه حلوه بزاف يعني كاين شي وقيتات خصك تزير الحوت ما ياخذش، كيولي كياخذ لك من القصبه. علاش؟ كيلقاها حلوه تيدير فيها ما بغا. اما ملي كيلقى القصبه قاصحه لاكسيون قاصحه واقفه، يعني لاكسيون اون بوينت، راه كتدخلو سوق راسو بهذا المفهوم هذا. ملي كيلقى القصبه حلوه راه كيدير فيك ما بغا، انت واخا كتزير ما كتعطيش ولكن هو كياخذ من القصبة. هنا كتختلف الصيادة ديال الكوربين او الوحوش بصفة عامة على الصيادة ديال السيرف كاستينغ، اللي هي مثلا غتصيد غير على الدوراد ولا غتصيد على الدرعي
ولا بعض الاسماك بحال الماربلي بحال هذا، وكيبغيو القصب يكون شويه اما هيبريد او سومي هيبريد. اما الوحوش كيبغيو تيبولار، كيبغيو القصب يكون شويه قاصح. لاكسيون يكون ما بين 100 حتى 300 من الاحسن، من المهم اضعف الايمان من 100 300 350 كل ما طلعتي في لاكسيون مزيان. هذه الصياده ديال الكوربين. اما اللي هضرت عليها ديال الهيبريد هذيك حلقه اخرى غادي نديروها ان شاء الله، سؤال اخر تقدر تطرح في هذا الدومين هذا هذه الصياده ديال السيوف كاستينغ يعني على الدوراد ولا هذا، وغادي نعطيو حتى حنا جميع التفاصيل على الصياده ديال السيوف كاستينغ ان شاء الله. تحياتي لكم وشكرا شكرا بزاف، كنحييكم. رقم التليفون كيف ما العاده او الهاتف 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. تحياتي شكرا.